لحظة اتفضل. خط صغير بين الرقم. أول مرة تطلع معي. بدك اياه شو اسمه؟ تشير الدلائل على انه هذا المصحف اصغر مصحف كريم في العالم من خلال الزيارات اللي تمت عندي من المسؤولين او اللي كانوا يعرفوا في الخط وتاريخ الورق الموجود في هذا المصحف. بنعرض ابو احمد. فتشير الدلائل على ذلك التاريخ اللي هو بال 1901 انه الدول اللي كانت عندها مطابع في هذا الحجم تطبع من ثليك مصاحف هي الدوله الايرانيه او العثمانيه الاتراك، فهذا اكدوا انه مطبوع في الدوله العثمانيه في عهد الدوله العثمانيه اللي هو 1900، وكان لا يوجد مطابع في دول العالم الا في هالدولتين هذولا اللي هي الدوله الايرانيه وعلى عهد العثماني.